وده اطول صباع محشي عندنا في المنهج.
احنا عاوزين نسد اليورينا ريفلكس، هنسده على اي ليفل؟ هنبدا من تحت خالص، واول حاجه تحت اليورينا تراكت هو اليوريترا، فعندنا يوريترا كولز. البينس عباره عن ترانس بينس، وده الشاب، وفي الاولاد اول ما يتولدوا في حته جلد بتغطي الترانس بينس. حته الجلد دي بنسميها الفورسكين، اللي هي بتشال بل السيركمسيجن الطهاره، لان يا دكاتره في عيال بيتولدوا عندهم الاوبننج ساكوجينيك، الاوبننج اوف بريبيوس اللي هو الفورسكين بتبقى ضيقه قوي، فالواد ده بيتولد عنده انترميتال بارشال يوريدال تراكت اوبستراكشن. طبعا ده كومن ولا ايه؟ ليه رير؟ لأن الكل الولاد بتطهر، فلو اتطهروا مش هيشتكوا من حاجة. المرض ده أول ناس وصفوه مرعاه، يسموه مرض التفهم، يعني كلمة فمي هي بوك، بوك البريفيوس لايف كاكونجينيتا. أما جم النهار ياخدوا الكلمة ما عرفوش إن كلمة فم يعني بوك، بوك. ترجموها ترجمة مصرية، انتوا سايكوزس هي كونجريتال سكيلوزس او ذا اوبننج اوف ذا بريفيوس. دي مش كومن، دي مش كومن، ما بتحصلش في المسلمين خالص، لان المسلمين عندهم السيركمسيجن ريليجن هابت، ولا اليهود، اليهود عندهم السيركمسيجن of the opening of plates. That's the aspect that you read. في عيال بيتولدوا عندهم stenosis congenita of the external urethral meatus. الفتحة بتاع اليوريترا مولودين فيها زيها، برضه ده بيتمسح مش مشكلة. آخر congenita الجزء اليوريترا normal urethra. البريولوجيكال بارت ولا اكتر من بارت؟ اكتر من بارت بيحصل لها كالاريزيشن والاستموز. لو حصل فيلير، انكمبليت فيلير اوف كالاريزيشن، هيتكون لنا بار اسمه كونجيتال بار، وده يعمل لنا بارشن انترميتنت اوبستراكشن. لحد دلوقتي على مستوى اليوريترا ثلاثه كونجيتال كولز من بره لجوه، 5 moves stenosis of the opening of external urethral meatus، او عندنا congenital bar. ممكن على مستوى اليوريترا يبقى post traumatic او post inflammatory stricture. مين عيال صغيرين بيلعبوا مع بعض في الطينه، واد يمسك حجر وينشن على البينس بتاع اخوه، ساعتها اليوريترا هتتعور، وما تقيل هتقيل باي فايبروزس. ايه كمان؟ يوريترا تيومر، لو في تيومر طالع في اليوريترا هيعمل لنا بارشال انترميتنت. كده خلصنا اليوريترا، نطلع فوق سنه نسد اليوريترا تراكت. بعد اليوريترا نسده على مستوى البروستات. اوعوا تنسوا ان البروستاتيك يوريترا هو البروستات، اي حاجه هتكبر البروستات هتضعف البروستاتيك يوريترا. ايه اشهر سبب يكبر لي البروستات؟ بي بي اتش، بيناين بروستاتيك هايبر بليز، اللي بيجي بنسبه 100% في الرجاله فوق سن 60. اي راجل فوق سن 60 هيجيله بارشال انترميتنت يورينري تراكت اوبستراكشن، وهيبدا يعاني. وقلت لكم واحد زميلي في انجلترا خد اذن من الحكومه الانجليزيه ان يحطوا الكاميرات في
الرجاله في يمين وقت راح اتفرجت معاها على هذه الفيديوهات شايف كانوا الرجاله بيخطوا اوضاع غريبه بتروح تقف في الحمام لان كلهم كان عندهم بارشل انترميتنت يورينري تراكت اوبستراكشن يعني بعد كده اللي يكبر البروستيت بروستاتيك كارسينوم انت ليه بتقول يا دي بعد كده هو الاشهر في كوبري البروستيت وعمل يورينري تراكت اوبستراكشن البي بي اتش ولا الكارسينوم البي بي اتش ولا الكارسينوم ليه الحكايه اللي هي بتحصل في كل الناس صح بس اللي عامل كده مش كده البي بي اتش بتطلع من الميدل واللاترال لوب اللي هم حوالين اليوريترا اما الكارسينوما بتطلع من البوستيريور لوب فبالتالي ما بيعملش يورينري تراكت اوبستراكشن ليه؟ البي بي اتش تطلع من الميدل واللاتر لكن الكارسينوما تطلع من البوستيريور هاني بنقولها بعدين عشان يستر الريسبتور في الميدل واللاتر ازاي؟ نشرح بعدين نعلى شوية فوق مستوى البروستيت نطلع على مستوى اليورينري بلاكت ايه اللي يعمل لي يورينري تراكت اوبستراكشن على مستوى اليورينري بلاكت؟ اشهر حاجة autonomic dysfunction مش فاهم لو واحد حصل له transverse section of the spinal cord واحد عنده cavus dorsalis واحد عنده syringomyelitis كل الحاجات دي هتدور في السنتر بتاع الانفيريشن ال 2 3 4 فساعتها هتتحول البلادر بتاعته لاوتوماتيك بلادر هتعرف ايه اوتوماتيك بلادر؟ اكملي اكتر من لازم وبعد كده اتفضل فده فانكشنال اوبستراكشن عشان كده الناس في الشورت ستيج الهيبيبليجيا في السباينال كورد ترانسكشن بنعلمهم ان هم يتبولوا ازاي بنعلمهم كده؟ بنخلي الممرضه تقول كل ساعتين تقرص الانر سايد اوف ذا تايت فلما يقرص الانر سايد اوف ذا تايت يحصل ايه؟ ماس ريفلكس ايه الماس ريفلكس ده؟ العيان انفولانت يحصل له فليكشن اوف ذا هيب ني سترنال روتيشن اند ادكشن وضع الايسوب ويحصل له ريفلكس انفليشن انفليشن اند ايجاكيليشن فده اسمه ماس ريفلكس لو احنا حرصنا الانر سايد اوف التايم بتاعنا يحصل الكلام ده ليه ما يحصلش؟ لان هذا الريفلكس انهبيتد باي بيراميدال جلاند لكن في الناس المشلولين هيحصل الحل الوحيد هو كده وما نركبش اسطره لو ركبنا اسطره العيانين بيخشوا طيب ريفلكس اشهر سبب على مستوى الريتال بلادر اوتوماتيك بلادر دي اللي بيسموها فانكشنال او استراكشن ايه كمان في البلادر؟ انفلاماتوري ايه اشهر انفلاميشن بيجي في البلادر؟ سبلارزيز ده البلارزيز بيعمل فايبروزس في البلادر ترايكوم ايه كمان؟ تيومر او ستون ودي بقى الشوكه من البلادر فصاعده الاسباب كلها تحط فيها تيومر اند ستون. ايه كمان؟ من اللي يعمل لي يورينري تراكت اوبستراكشن يطلع فوق البلادر على مستوى اليوريتر. على مستوى اليوريتر ايه اللي يعمله؟ اثنين من الحقوق احنا جايين تيومر او ستون. وفي اثنين كمان على مستوى اليوريتر. واحد بريجنانسين لان اي ست حامل اليوترس بتاعها هيضغط على بوث يوريتس اجينست البلفيك بريمر فبالتالي يبقى عندها يورينري تراكت اوبستراكشن. ايه كمان؟ فيري رير ديزيز اسمه ريتروبرتينيال فايبروز ايديوباتيك ريتروبرتينيال فايبروز اوعوا تنسوا ان اليوريتر ريتروبرتينيال لو حصل ريتروبرتينيال فايبروزس هيقفل اليوريتس ودايما على الناحيتين قرب من اليوريتر ريتروبروتينيا وده اللي انا فوجئت بيه في المحاضره اللي فاتت اللي قال ما بتعرفش الاناتومي
زمان كانوا بيعلمونا الكورس والريليشن ما كانوا بيقولوا لنا زمان على الكورس والريليشن بتاع اليوم كان في الشعر ده كانوا بيقولوا from the business regardless I go posterior to the perineum all through the first grab I see then three muscles BQT لا دكتور من المتحدث اليوريك من البنس للناس ايكون يعني هو بيطلع من رينا البنس بوستيرير تو دي بروتينيوم مش الكرسي الدكتور اللي بينك وتقول له يقعد هنا وتقول له اقعد الناس اللي بتشوفوا ما كانوش يخشوا تاني وانا قلت لهم اربع معلش طرف From the infus linearis I go يعني بيطلع من رينال بنس posterior to the proscenium all through يعني هو retroperitoneum then the diagram I see أول ريشن معاه هو الدياجرام then three muscles PQD عرفت muscles إيه؟ ال D lower face ال Q quadratus lumborum ال D transversus abdominis بس للأسف أنتوا ما سمعتوش أساسا ألمي مش مهم اطلع فوق شوية على مستوى الرينال بلبس على مستوى الرينال بلبس ايه اللي يجي على مستوى الرينال بلبس في عندنا جوكر اتنين نحطهم على طول تيومر وستون ولكن على مستوى الرينال بلبس حد يعرف الانالوجيكال ستراكشر اند هايلاكتيكيتي من قدام لورا كانوا برضه بيعلمونا زمان بيقولوا هي باب تعرف يعني ايه باب؟ الفين هو الموست انتير يليه ارض يليه الرينال بلبس في عيال بيتولد الكونجنتال انومالي اسمها بابا تعرف يعني ايه بابا؟ يعني في افارس يعني اكسس رينال ارض كده البلبس هيقع في كوين تو ارتس الارتس فيها بلسيشن مع كل arterial pulsation هيحصل partial intermittent obstruction ده بيبقى حاله ايه؟ نقطع الارض اي ارض الاكسس تعرفوا ازاي؟ اول ارض يقابلنا لان الكلى ما بتتفتحش من قدام هوريكم العمليه الكلى بتتفتح من ورا فبالتالي اول ارض يقابلنا لان هو المصل بوستيري نروح عاملين له ليجيشن اند اكسيشن هي دي اسباب الهيدروليكوز اقوى صراع محشي في المنهج بصل الهيدروليكوز او الاوبستراكتيف بيوروباسي ممكن يبقى يوني لاترال او باي لاترال اللي يتحكم ان هو يوني لاترال او باي لاترال الليفل اوف اوبستراكشن فلو انا كان عندي الليفل اوف اوبستراكشن من اليورينال بلادر لتحت يبقى باي لاترال هايدروليكوز لو انا عندي السبب في اليوريتر او في البلفس يبقى ده يوني لاترال ايه اللي هيحصل؟ هنسد اليورينال بلاكت بشكل جرادوال انكمبليت نحرق اليوريتر ونشوف ايه اللي يحصل بالتركيز اول تغيرات هنشوفها على مستوى اليورينال بلادر على مستوى اليورينال بلادر اليورينال بلادر هولو اورجن يعني ايه هولو اورجن؟ يعني بيعرف يبمب لو انا كان عندي يوريترال اوبستراكشن ومحاوله من اليورينال بلادر ان هي تستحمل هذا الاوبستراكشن هتبدا يحصل لها ادابتيف هايبر فهتلاقي الوول بتاعتي هايبر دروفايل اند زي بالظبط اللي بيلعبوا حديد تلاقي بدا العضلات ما بينها تقسم يعني لو تيجي نرسم اليوريدر بلادر بنرسمها كده الوول بتاع السيركلر ماسل هتبدا تهايبرتروفاي ساعد الجول محبوس فهيحصل سكندري انفكشن سيستايتس يؤدي الى تكوين الستول اسمها بروسبيت ستول اللي انا هاخدها ولكن الاهم من كده البريشر بول ده زاد ولا مش زاد؟
اما يزيد الانترا لومينر بريشر يزق الميوكوزا والسب ميوكوزا، يحس ان هو يبقبص ان بتوين الهايبرتروفايد ماسل. دي بيسموها اكوايرد ولا بروجريتا دايفرتيكتيك؟ طبعا دي اكوايرد لان معموله بس بالميوكوزا والسب ميوكوزا، ودي حاجه كاركترستيك للاوبستراكتيف نيكروبس او يوروبس. دي حاجه كاركترستيك يعني بتوع الراديولوجي متخيلين شكل بلادر اللي فيها اكوايرد دايفرتيكتيك مش من ايه دي؟ نحط له عينين كده ونحط له يطلع ميكي ماوس. هما بيسموها راديولوجيكالي ميكي ماوس بلادر. البلدان الحمار هي عباره عن الاكوايرد دايفرتيكتيك. دي بيسموها ميكي ماوس بلادر مش مكتوب عندهم. لان الاكوايرد دايفرتيكتيك عندكم كتدرسين ولكن هنا اسمها عليك. نطلع فوق شويه على مستوى اليوريكا. اللي حصل في البلدر هيحصل في اليوريكا. هيحصل هيدرو يوريكا. يعني ايه هيدرو يوريكا؟ يعني هيفرق هيلاكيش الانجيش دورش وسطي او يوريكا. نطلع فوق شويه على مستوى الكدني. ده مهم قوي. يعني ده الكومنت بتاع الجار. وهو ده درجه السؤال. نورمال الكلى يا دكاترة متقسمة البارينكيما والنورمال بارينكيما على شكل بيراميدال. في بيراميدال بارتس مالبيجا بيراميدز وبعد كده بيفتح في هذه المالبيجا بيراميدز الماينور كاريسيس. لو بدأ يتحوش اليورين جوه الفلبس اوف ذا كيدني هيحصل بريشر اتروفي عاملين البارينكيما. علاقة البيراميد جوزه مدبب يعني بنسميه كلوب لان الماينور كايسيس كوبايه لازقه فيها هذا الكلوب. لو بدا البريشر يزيد اول مرحله في الهيدرونيكروزيس هيبقى بلاك. مين اللي هيبقى بلاك؟ الاثنين ذات البيراميدز. حصل بريشر اكتر يتعكس بدل ما جوز البيراميدز مدببه تبقى مقعره فيسموها تبقى كب. واللي قاعد فيه المايكرو كاريسيس لان هي دي الطريقه اللي بتشخص بيها الهيدروليبروزس. يعني ازاي بنشخصه باي سونار. ادي اللي قدامكم ده سونار. اما نيجي نعمل الكلى بالسونار البيربس بيبقى لونه مسود. هنا طبعا مش هتشوفوا اي حاجه لان هتلاقوا ان البيراميدز داخله جوه البلبس. مش هتشوفوه عادي. يا جماعه الانسان يرى ما يعلم. انتوا عشان تعرفوا تشوفوا بالسونار انا مش مستني كل ده. انتوا هتشوفوا اخر واحده اللي هي السيفير هايدرونيكروز اللي هنا البيراميدز بيبقى شكلها ايه؟ الماينور كايسيس داخله جواها مش دي كمان. فتشوفوا السيفير لان هنا ما بيجي يركز هنا. انتوا شايفين حاجه سودا داخله جوه البارينكيما اهو ده الهايدرونيكروز. يرجع سكان ما يهمنيش انا يهمني جروس. اما نيجي نبص السيفير هايدرونيكروز البيراميدز الستيت المياليه كانت كلاب بقت كاب. عادي خالص. يا شكرا بالله انت اعمل اللي انت عاوزه زي ما انت عايز. مش هنط عشان ما تحصل انا بشاهد انا بشاهد العادي. ما يوم يوم اللي فات الثلاثة الحصة دي معاه البردية كان رايز اجيب الاسيستنت اشرح لي ايه اللي وقع ده كمان؟ لو فاضي ده ما فيش
نفتح فيه الترانسفيرسس ابدومينس مش بمصر. مصر تفسخ العيان على طول تروح داخل بالهايبر. وبعد كده نجيب حته شاشه ونربطها حوالين حاجه بيسموها البورد حته كده عشان كده هندخل منها المنظار هنلعب بيها بعد شويه. وبعد كده نجيب سرنجه ونسحب الميه. نسحب الميه من ايه؟ لان هذه الهيدروليكروتيك كيس او كيس سحبت منه الميه الكيس هيحصل له ايه؟ هيكش. بعد كده شايفين كيس الضلع ده؟ ده الكلى. نروح داخلين بمنظار. ايه فكره الدخول هنا باللابروسكوب؟ ويسموه نيبروسكوب. انك تعرف تقفل الفيسل قد ايه هايلر. هتفتح من ورا. هو الواد دي بالمنظار. هيخش يقطع الفيرمس ويربط. يقطع الارتر ويربط. يقطع المين ويربط. ومن الفتحه الصمت دي طلعت الهيدروليبروتيك. لو راجل هذا اليورو سيرجن يعمل الحركه دي مع البايروبروتيك كده. يعرف يعملها ليه؟ عشان الاديجن الدكاتره لما كانوا فاهمين باثولوجي كويس قدروا يعملوا موديفيكيشن للعمليات. هيدروليبروتيك كيدز ساعات بتوصل قد كده بيقدروا يشيلوها من فورمة قد كده. لان السمري الكلى دي لازقه ولا مش لازقه؟ كل اللي بيعملوه بيفضوا الميه ويخشوا المنظار يربطوا الهايلر استراكشر. عشان هم عارفين اناتومي فيمسكوا كيس ويروحوا شاكين كده هتقطع ولا مش هتقطع؟ هتقطع. ولكن الفيسل سيفير هيمرج من العين. فاستخدام المنظار هيموستيسيس بس عشان يلايكيت بيه الفيسل. هيدروليكروزس كاتيجوري بي. الكومبليكيشن والافكت بتاعته كاتيجوري ايه؟ في البوست مورد يفرقوا ازاي بين الهيدروليبروتيك كيدني والبايروليبروتيك. ليكش حد يقول لي اللي مليانه صديد واللي مليانه ميه. التفرقه بالاديت. الموضوع اللي بعده لو سمحت بصوا على الفيديو ده. في حاجه اسمها فاسكولار ديزيزز اوف ذا كيدني. اكتبوا عليها سي. مش مواضيع جديده احنا خدناها زمان. في حاجه اسمها رينال انفاركشن. الحاجات دي كلها خدناها زمان في الفاسكولار. بس اللي مكتوب عندكم ده حطوا عليه سي. سي يعني بيروح ياكش حد يقرا. لكن بجد بصوا على الفيديو ده اللي قدامكم ده راجل ولا ست؟ راجل. ده راجل. في الفيديو ده ده راجل. لان المرض ده كومن في الرجال عكس اللي احنا خدناه قبل كده. لان في الراجل ده هيبدا يتكون حصاوه في اليورينري تراكت. لان احنا قبل كده خدنا الحصاوه في البيلاري تراكت وكنا بنسميها كوليلايتيزس. هنا هناخد اليورينري كاليبسيرات اللي احنا بنسميها يورولايتيزس. اكتبوا على اليورولايتيزس كاتيجري ايه؟ نظري وكيس وكلاس ايه الاجسام؟ لا الانذار بتاعها اتكسر. وتذاكر مع كوليلايتيزس. لو ذكرت الكوليلايتيزس اليورولايتيزس موضوع مهم جدا هيبتها. لان الاثنين نظريه الحصاوه ومثلث الروح. مش ده الدرجه دي. كده على بركه الله. يعني ايه يورولايتيزس؟ هي بريزنس اوف ستون بريسبتيشن اوف يورينري كريستالويد. من اوسع حتتين في اليورينري تراكت؟ يورينري بلادر ورينال بلس. انت بالك بتحصل ايه كده؟ لان الكوليلايتيزس كانت اكتر حته بتتكون فيها فين؟ في البلادر. مش معنى الجول بلادر؟ لانها اوسع حته في البلادر تراكت. فبالتالي لو يبقى افضل ما يكون. وعشان كده كنا بنسميها كول ستونز. اليورينري ستونز اشهر حته الرينال بلمس واليورينال بلمس. اسمعني اوسع حتتين. ازاي نعمل ستون باليورينال تراكت؟ قبل ما نقول ازاي زي ما شفتوا في الفيديو المرض ده كومن في الرجاله والستات.
أمال اللي كل لايف بيسز ستات جنين فادي جسمي في الفايف بير أباب فور. طيب عشان نعمل حصاوة في اليورينال جراكت بنتبع نظرية الحصاوة مثلث الرعب، حتى عارف مثلث الرعب؟ يوم ثلاث ثواني change in composition thesis the infection فلازم يتكون ستور. عشان نعمل change in composition هنا هتغير الكومبوزيشن بتاع مين؟ أمال هناك كانت الكومبوزيشن بتاع مين؟ باي هنا اليورين أي سائل عبارة عن مية وحاجات دايمة. عشان نغير الكومبوزيشن ونخليها يحصل حصاب نعمل ايه في المية؟ الو الو أول حاجة نقلل الووتر في حالات الديهايدريشن في جي هوت لايف مش كده بيزودوها هناك. عرفتوا ليه حصاوة اليورينال تراك أكتر في الرجالة؟ لأن مين اللي بيطلعوا في الشمس ويطلع رمل ويعرفوا؟ رجالة بيقولوا رجالة والرجالة تقصد بيها الراجل لا اسمع نقص الووتر كونتنت بيحصل في الهوت كلايمت اما يحصل ديهايدريشن فيعمل لنا يورينال جراكت ستون وعشان كده دي مشهوره في الرجال. ايه كمان؟ نعمل ايه في مكونات البول؟ نزودها. اشهر مكون للبول بحرف الايه؟ هو اليوريك اسيد. امتى يزيد تركيز اليوريك اسيد جوه البول؟ الجو النار وليس الهايبر يوريسيميا. هايبر يوريسيميا في لابوراتوري بايج اما يزيد ويتاخد مع الصوديوم مونو يوريت كريستال. عايز بس حد لو انت بتشوف كرسي ده راح اقول لك كرسي ده كرسي ده كويس كرسي حد يا براعي مع فلاك كرسي ده لا الصوديوم مونو يوريت كريستال هتبدا تنزل في البول وهتبدا تعمل حصاوي يوريت. اليوريت اليوريت كريستال بتحصل في حالات الجو. ايه كمان؟ ثاني مكون للبول الاوكساليت. الاوكساليت يتكاثر عاوز بص بدل ما تبعت مع الاسرين بتاعهم
بقرب الفاميليس ستالوريا البول بتاع العيانين دول مختر، لان السيستين امينو اسيد مختر زي الرابيس بتاع الواد دوت. وكان قاعد واحد قاعد بس مش هو، فراح رادد عليا ما ادريش انا مش شيخ زي ما هو بيقول، رد عليا وقال لي طب الطبيعي ان البول اخضر. وقلت له انت بتتكلم عن نفسك؟ قال لي اه. قلت له ما انت عندك فاميليا سيستالوني البول مش لونه اخضر، اللي عنده البول اخضر ده عنده مرض اسمه فاميليا سيستالوني. وليه انا بقول كده؟ لان دايما الامراض دي محدش بيروح يشتكي منها. واحد بول اخضر بيسكت هو مش عارف النورمال، فاهمين ليه؟ دايما الامراض الشركه الحتت دي فهو نفسه يعرف الطبيعي في نفس الوقت الحياة. فراح سأل ابن عمه قالوا لو حطينا سبتوري على الكوع قلت له اصل ده، قالوا ليه هو انت ما عندكش غير واحدة؟ هتخلي اليورين مور اسيدك،
فهيرسب الاسيد لان كل المكونات اسيد كلهم اسيد سواء يوريك اوكساليك اسيد او سيستين امينو اسيد عندنا الانفكشن بيعمل يورينري ستونز في تو ميكانيزم واحد بروفايد انيوتس اثنين تشينج بي اتش لان حصاوي اليورينري تراكت عباره عن علتين بس علتين امال حصاوي المثانة الجول بلادر كان كام عيله؟ ثلاثه اول علتين بس حصاوي اليورينري تراكت اول عيله من حصاوي اليورينري تراكت بيسموها البيور او البرايمري او الميتابوليك ستون يعني بيور وان كومون اشهر حصن في اليورينري تراكت هي نوع من انواع البيور امال كان ايه اشهر حصوه في كل ده النكسس اللي انفكتد بالسكند ستون لكن هنا اشهر حصوه نوع من البيور اللي هي الحصوه اللي بيجنبه دي حد شايف الحاجه اللي عامله زي الشوك ديت دي بيسموها كالسيوم اوكسايد ستون الكالسيوم اوكسايد ستون هي اشهر حصوه في اليورينري تراكت وابسخ واحده نسبتها 60% الحصوه دي زي ما انتم شايفين سنجل او مطور مش مهم بتتكون فين؟ دايما في الرينال بلبس او اليورينري بلاتر مش معنى او صحتك فاسيدك ولا الكلاين يورين؟ اشمعنى اسيدك؟ لان الاوكساليك اسيد ولكن اهم كلمه السيرفيس بتاعها زي ما انتم شايفين عامل ازاي؟ سبايك شوف فوهي نازله في اليورينري تراكت بتعور الميوكوزا ويبدا يخر عليها دم واليورين اسيدك هيتحول الى هيموجلوبين انتو اسيد هيماتي فدايما بيبقى لونها دارك براون مع العلف اللي لون الاوكساليت جريش يلو وده كان سؤال بيجيبوه كل سنه في اليو اس ام ال اي في المعادله الامريكيه كان يجي يقول لك the color of calcium oxalate صوم ويديك اختيارات فتختار جريش يلو السؤال اللي بعده بيقول لك the color of calcium oxalate stone لازم يبقى دارك براون فهمتوا ليه؟ بسبب السبايني بروسس وده يديكوا فكره عن مدى الالم بتاع بينا القلب المغص الكلوي سببه هو لينا الستون بيلفيك ستون تبدا تنزل في اليورين وهي بتنزل بتمزع الميكوز العيان ده بيعض في الارض من الالم دي حاجه خطيره جدا ايه الخطير ان الالم ده حصوه سده ناحيه وهيحصل ريفلكس سباس مع الناحيه الثانيه واشهر حصوه الاوكساليت المؤلمه فلازم تدوا العيانين دول واحد على الجسم ما يبقاش موربين عشان بيعمل باص سباس اتنين تديله سموث ماسل ريلاكسر زي الامينوكلين حبيب الملايين لازم عيان الرينال كورت ياخدهم بسرعه والا يخش في كاركاس اليوريك عيانين الرينال كورت هم اكتر عيانين بيصوتوا من اشد الالام في الطب والعيان ده بيصوت وصوته بيجيب اخر الدنيا حد يعرف ليه؟ لان اليوريتر ريترو بروتونيه مفيش هيريتيشن للبروتونيه فالعيان يصوت براحته قليل الادب ساب عكس عيان ابنسايتس مع عيان ابنسايتس برضه بيجي لك بيصوت بس بيصوت لجوه يقول لك ليه ما يقدرش الجهاز ما يفتح بقه ويعمل صوته عشان ما يحركش البروتينين لان الابندكس از بروتينيال اورجان لكن كل اليورينري تراك از ريترو بروتينين اشهر نوع حصوه في اليورينري تراكت وابسخ واحده هي الكالسيوم اوكسيد 60% لان تاني حصوه مشهوره الصوره اللي جنبيها دي بيسموها اليوريت ستون اليوريت ستون حدود 8% اليوريت ستون هي بيور لان معموله من يوريك اسيد او كالسيوم يوريت
ان يورينت ستون سنجل او مالت. ان يورينت ستون يتكون فين؟ يلا كلهم فين؟ رينال بلبس او يورينال بلاد. في اسيديك ولا الكلاين؟ في اسيديك. ده زي يوريك اسيد. بيبقى لونها جريش وايت. جريش وايت. في حالات الجو. اخر حصوة بيور اللي قدامكم دي بيسموها السيستاين ستون. يعني دي بتتكون فقط في حالات نبيله السيستانولي. برضه في اسيدك ولا الكلاين؟ اسيدك. محمود الكتاب زي قلنا. في الرينال بيربس او البلادر. السيستاين ستون لونها ايه؟ جريش. يس. مختلف. جريش جريش. اللي هو لون مين؟ السيستاين او المعسل. صح. لكن تاني عيلة من عائلات حصاد اليورينال ريفلكشن في الصورة اللي قدامكم دي بيسموها الامباكتد ستون. في ناس كانت بتسميها زمان ميكسد ما هوش يورين بس انا احب اسميها تريبل فوسفيت ستون. ليه؟ لان الحصاد دي نسبتها كالباقي من كل اليورينال ريفلكشن ستون حدود من 30% ل 20%. الحصوات دي بتتكون هي الوحيده بانفكشن لان الانفكشن بيدي نيوكليس فالكلاين ولا اسيتيك يورين؟ الكلاين. يعني انفكشن بايه؟ الكلاين. لان ده اشهر انفكشن يورين تراكت. فبالتالي بتبقى مالتيبل. هذه الحصابي بتبقى مالتيبل في معظم الاحيان. ركزوا معايا. لكن اهم كلمه السيرفس بتاعها بيبقى راوندد عادي ولا فاسيتد؟ بيبقى راوندد مش فاسيتد. الانفكتد ستون في الجول بلادر بتبقى فاسيتد. لكن في اليورينري تراكت بتبقى راوندد مش فاسيتد. قد يعرف ليه؟ لان اشهر حته بتتكون فيها هنا البلبس او بلادر ده حجمهم كبير. يتكونوا من اول مطول بس في مسافه ما يطبعوش على بعض. الانفكتد ستون فاسدت فقط في الجلد لكن في اليورينري تراك مش فاسدت. ساعات تبقى سنجل بس تكبر قوي. تكبر قوي زي الصوره دي. في الصوره دي في حصوه واحده ليفل فوسفيت يعني مغنيسيوم فوسفيت امونيا بتكبر قوي لدرجه ان هي كاست الرينال بلبس. يعني ايه كلمه كاست؟ تاخد شكل الرينال بلبس. لما تاخد شكل الرينال بلبس يبقى شكل الحصوه عامل زي ايه؟ ستاج هورن ستون. يعني ايه ستاج هورن؟ هورن يعني ارض. ستاج يعني وعد. الوعد ده نوع من الغزلان او الظباب يعيش في سينا والاردن جزء من فلسطين. ملوش مكان تاني غير دول. في حاجات شبهه لكن الاستاج هو ده. ستاج فورم ستون. دي بتبقى نوع من الزبل فوسفيت لو كبرت قوي. المشكله يعني ان واحد يجي له يورولايتيسس حصابه اليورينال تراك. قلت لكم زمان الكومبليكيشن لاي ستون كده ايه؟ مجموعه كلمه اسمها ميمو. ميمو. حد يقدر يقول لي ايه هي الكومبليكيشن اوف يورينال تراك ستون؟ اول حاجه مايجريشن اللي يعمل لي رينال كوليك اند يورينال اوبستراكشن. اثنين ميمو. انفكشن هتعمل لي سيستايتس باي يورين باي يونيفروزس. الام حصوة نوع الانترنتيشن. ايه نوع الانترنتيشن بتاع اليورين تراك؟ ترانزيشن. بيعمل سكويمس كتابليزيا وسكويمس سيل كارسينوم. او اوبستراكشن بتعمل اي نوع من الاوبستراكشن حصل؟ جرايبر انكمبليت ولا صادر كومبليت؟ الاثنين. الاثنين الاثنين لو عملت جرادوال انكمبليت يعني هايدرو يوريتر هايدرو نكروزس وتراكيليشن يوريتر بلاك. لكن ممكن تعمل صدر انكمبليت. دي يسموها كالكلس انيوريا. كالكلس انيوريا انا لسه قايلها.
لو واحد جاله بزارين ستور وخيشت فيوريدا قفلت واحد اهو لما تاني شكاك ده مش هيشتغل لان بسبب السيفير بين بيحصل ريفلكس سباز على اليوريدا الثاني عشان كده اي عيان يخش الرينال كوليك في دوائين لازم ياخدهم بسرعه انرجيزك وسموث ماسل ريلاكس فدايما تديهم له بسرعه لان ممكن عيان يخش الكالفاس اليوري زياده هنا الريديشن دي اشهر حصوه في اليورينال تراك اشهر الريديشن هذه الابساريت وهي نازله هتوسع لنا الميكوز العيان يخش السيفير هيماتوريا العيانين بتوع اليورينال ستونز هي نفس الكومبليكيشن بتاع البول ستونز وبيزيد عليها الريديشن اشمعنى؟ لان اشهر حصوه في اليورينري سبايدي سيرفيس اوكسالي لكن اشهر حصوه في البول بلادر الميكسيك ودي فاسد سيرفيس لسه ما خلصتش انا قلت زمان علاج حصاوي البول بلادر مش عارفه بيه كولي سيستم استقصار على المكانه على البدريه وجواها الحصاوي لكن حصاوي اليورينري تراكت في معظم الاحيان تعالج بيه لايف تريبس تاخدين ده جهاز هوريه لكم دلوقتي ادي ده شكل الجهاز اللي بيسموه اسود اسود يعني اكسترا كوربوريال خارج الجسم شوف فين لايف تريبس الجهاز ده بيبقى عباره عن ارض يعني فوس والسرير اللي بينام عليه العيان من تحت في شباك يعني مش كامل حد شايف المربع اللي في العيان ده الارض ده عامل كده الجزء الفوقاني من الارض ده كاثود اكس راي اللي هو جهاز الاشعه فبالتالي بيصور اليورينال تراكت وبيطلع على الشاشه الديسبلاي اللي قدامكم دي من تحت العيان الحته اللي مفرومه في السرير بيبقى في حاجه اسمها شوك ويف كريستال هتظهر دلوقتي شايفين الارض اما بيصور بيجيب لنا من تحت الحته مفرومه شايفين ده ده بيسموها شوك ويف كريستال بتطلع موجات تصادميه كل مهم نايب المسالك ان هو يكسب جويستيك دراع بعدين كده يروح شايف الستون بالكاسوت على الشاشه هيجيبها دلوقتي يحط الشاشه قدامه فيشوف الستون الستون ويروح دايس على الكيرسر اما يحطها عليها يفتكها فبالتالي حصاله تتفتك وينزل واحد النواب كان طالب عنده كان شاطر شويه في الكمبيوتر حول السوفت وير بتاع الجهاز بدل ما يطلع كيرسر ومنظر الصليب عمله على شكل طياره وخلى الجهاز يطلع فيه صوت وخلى الطياره بدل ما تيجي تدوس على الزرار يطلع شعاع ليزر كده من الطياره وبدا يلعب كان بيمشي من نمطشيات خالص لان هو بالنسبه له حاجه جميله قوي وده بيقعد يلعب ايه رايكم؟ اشمعنى هنا اليورينال تراكت نزلها باللايت تريبسي حتى مع الجراب الا مش كل حصاوي اليورينال تراكت بتتعالج بطريقه حلوه دي لو كانت الحصوه في اللور بول كده هتعمل ايه في اللور بول؟ يعني في الكالسس اللي تحت ينفع تمددها؟ لو مددتها هتعمل اكتر من حصوه اتنين لو كانت في نص اليورينال ده نسبيلي اللي هو قلت لكم عليه ده اللي هو عمل السوفت وير عمل مصيبه تاني لان حضرتك الانديكيشن لو في عندك حصوه في نص اليورين ينفع تبتدي ليه؟ عشان الاناتومي حصوه في نص اليوريتر الاناتومي اليوريتر في النص جنب الفنتبرال كول الشوك ويف انت ما بتتناش بيها الشوكولا هي اللي بتحتسب للاجسام الصلبه. دليل ان احنا بنحطها من بره ما تعوقش الجسم. لكن لما تيجي حصره مناسبه بتتحتسب. دلوقتي يقدر عندك جنب الفرتبرال كول. لو نشلت على الحصر مهما كنت دقيق الموجات هتنجذب ليه؟ فرتبرال كول. الواد اللي عمل السوفت وير ده وعمل طياره سادها نفسه. قال لك
تقريبا شنو الحصوه بطريقه صعبه انا هقع الطياره تحتي وهخبط الصدمة على الحصن وهرقع الحصن وعمل ايه؟ راح راقع الفرتبرا الاولى الرجل الكلاسيك الفرتبرا الماضي عنده رفشات 15 حته العيان قعد 3 شهور ما يقومش من السرير بقى لو قام يحكيك ويكون عنده سبايل كورد ما بلاش لعب في عندنا انديكيشن وكونترا انديكيشن كل حاجه لها باسورد تلبيس واللي انا قلته مش لازم حضرتك تجرب بنفسك وتبهدل واحد بس لو عملت لي طياره This is the urinary calculus. يا دكاترة بشكل عام الurinary score أكتر من الرجال. الانفكتد بتبقى أكتر سهلة لأن هي الانفكتد بتتعمل من الإيكولاي. الإيكولاي هي الكومنس بكتيريا الجي اي تي واليوريلاري والبيجيت بشكل عام الكوليسترول كومن هيلث فيميل لكن اليوريلاري ستون كومن هيلث فيميل كوليسترول ايه كمان؟ في حاجه بعد كده اسمها تيومرز اوف ذا كيدني رينال بلبس اند بلانش التيومر صد الكيدني والكلام المكتوب ده عندكم في جدول كده مش جدول مربع يعني احنا خدناها قبل كده لان اللي يهمنا فيهم تو مالينا التيومر نوع التقسيمه في هناك لان احنا ما يهمناش التقسيمه ده بخمسه اوريانس غالبا خدناها اوبر ديستس بول اند بريك فيما عدا ذلك التقسيمه ما تهمناش أشرف حاجة تهمنا بقى هي المالينا تيومر اللي تطلع من الكلى برايمر لأن أشهر مالينا تيومر تطلع من الكلى برايمر في الأم ميل في الإلدرلي تيومر اللي قدام كلها اسمه دلوقتي رينال سيل كارسينوم سموه كمان خطأ هايبر إنفروم وطول عمري أقول عليه ولا هو هايبر ولا هو أوفر الرينال سيل كارسينوما اللي كان اسمها زمان خطا الهايبر نيكروما اكتبوا عليه الكاتيجري ايه؟ نظري وجار وستايل وداتا شو بيكتشر وكلاس ايه؟ دايما لما يقول لك الداتا شو اللي قدامك ده تيومر في الكدني ويسالك على الهيستولوجيكال فاين اعرف ان ده رينال سيل كارسينوما من غير ما تبص على الصوره. الهايبر نيكروما رينال سيل كارسينوما كاتيجري ايه؟ نظر وجار وسلايد وكلاس ايه؟ وكيس وستامبة سرطان بلد كتير قعد بريشر بتاع رينال سيل كارسينوما لو ما خدهاش رايز مالينا نيوبلاس الرايز كرام رينال فارينج منين في الفارينجما؟ في التيوبيلر سيلز الخليه اللي اتجننت هي الرينال تبيول يعني دي اشهر خليه في الكلى الرينال سيل كارسينوما ده كومن 3% من سرطانات الأدلت بعد الديفينيشن ايديولوجي ايه يقول ايديولوجي؟ الاكزاكت ايديولوجي از هاويفر ذا فولوينج ار الايج اباف فور ده بتيجي في سن اكبر من كده يبقى هو 60 كده الفيزيولوجا اكبر تقول ما 6 فور النيل ايه اللي يغلس والمؤلف ناسي يكتبها على العلم ده هيقولها في الانجليزي بعد كده اشهر حاجه تغلس سيجارة سموك سيجارة سموك هو ازاي الدخان يوصل للكلى عن طريق الدم قلت لكم في سرطانات بيعملها دخان الدايركت خدنا واحده قبل كده منهم البنكرياس البنكرياس كان سيجارة سموكينج اشهر حاجه تعمل رينال سيل كارسينوما هي سيجر سموك واليور سموك ده اللي يضربه بالجزم هي اشهر حته يكسر فيها ستور الكلى ازاي هيكسر جوه التبيول بتاع الكلى المايكروسكوب فبالتالي
زودوا عشان خاطر السكر سموك كان اشهر واحد وصيب في الريا سيركل سنوما هيبقى نكروما فايت نسيت فايت اقول لك تعرفوا ده عشان انا ازاي واحد الله عليك انا ان شاء الله ناوي احارب اسرائيل يوم 6 اكتوبر على الساعه Let's go!
مين المول؟ يعني مولة، يعني بريبرال، يعني بريبرال، يعني من كورتكس، يعني من شبه عمليه اليوبيا الامريكيه بيسموها متفقين من كورتكس. المعلمين زمان كانوا بيفكروا ان هي ما تطلعش الا من ابر بول فسموها هايبر. هل هي هايبر؟ لا. والدليل الجار اللي عندكم في المكتب، الجار اللي عندكم في المكتب لينا سيستا سينوما عامله زي دي طالعه من لور بول كدني سوليد ولا هو كان لهم يكوز طالما سوليد الصرفات دي احنا كام شيء؟ يعني واحده امبليتيز مراجل مراجل الناس وما يميزها. بصوا للصوره الثالثه دي ويل سيركابسكرايز بوردر. انا قلت كابسوليت طب كابسوليت فخدعتهم زمان وسموها اوما. Is it benign? امال ليه بتبان ويل سيركابسكرايز؟ ديو تو رابيد بروليفريشن ريت بتقلل السرطوم التيومر ده يبقى البلدان المرض اللي بتبان البرايم ماس وما يميزه ويل سيركابسكرايز فخدعتهم لتاني مره. هي مش هايبر يعني ما بتطلعش الاول بول بس ولا هي اوما هي مش بنايت تيومر. لونها بيبقى جولدن يلو. ليه لونها يلوش؟ لان الخليه اللي اتجننت رينا تيوبلر ابيثيليال سيل ودي بيرج من جلايكوجين اند ليفنج فبيديها لونه الاصفر. مع وجود هي سبتامرج اند نيكروزس بيخليها لونها جولدن يلو. للاذكياء فقط انا ليه بحسب واقول ان الرينال سيل كارسينوما بولر. يعني ايه بولر؟ يعني بريفرال. يعني في الاول بتخرج الرينال فيلمس ولا لا؟ لا ما بتخرجوش الا في الاخر. عشان كده الهيماتوريا ايرلي ولا ليت ساين الرينال سيل كارسينوما؟ ليت ساين. لا نعتمد عليها في تشخيص الرينال سيل كارسينوما. لا نعتمد عليه هدف العلم الاستفاده. ده عكس التاني اللي هاخده بعد شويه. تحت الميكروسكوب ودي تكمل السؤال. وده اللي بيسالوه في امتحان بلس ايه في الداتا شو. لان الريال سيل كارسينوما مش نوع واحد. اتليست تعرفوا اربع انواع. اسامي الاربع انواع دول بيجي سؤال في بلس ايه في البراكتيكال في ثلاث درجات. ان شاء الله هبعمل اسم بلس ايه لكل الناس. معايا مش معايا براكتيكال. بعد شامل السين ان شاء الله. بعد شامل السين مده الحصه دي 3 ساعات ونص. ايد الحصه دي وين؟ شارب داخل الحمام. والله ما انا بفضل. الحصه دي ما تنفعش طبعا كامل مزاج ليها الحجز الاول. لان عدد محدد. لان هو الحصه دي كلها تتفرج على كل العمل. على شكل اسئله. اللي هيجي في نص الحصه يقول لك خش الحمام اقول له فين حصريتك؟ اتفضل. شارب داخل الحمام. هتجيبهم بريك 5 دقايق 3 ساعات ونص وهم على الكراسي. حصه من دي جزمه. هي ما تستحقش انا كده. خلينا نسيب تحت الميكروسكوب اتليست اربع انواع. والشخص اللي طالع كلهم بحرف السي. أول نوع الصورة اللي قدامكم بيسموه كلير سيل تايب. الكلير سيل تايب هو الكومينس باني أشهر نوع. ولا إيه؟ الكلير سيل تايب مكون من نصف مالجنا مالجنا سيلز ويز كلير سايتوبلاست. هتعرف ليه كلير سايتوبلاست؟ عشان فيها جلايكوجين دي لان ومش كبيره زي مش دي مش كبيره لان الخليه كلها كبرت. السيتوبلازم كبر اكتر من النيوكليس فعشان كده ما بيبقاش فيها كرايتيريا اوف مالجنسي واضحه ولكن هي مالجن. اول نوع بحرف السي كبير سيلز تايب ده الكومن سلايد. وده السلايد اللي عندكم في كلاس بي. الريال سيل كارسينوما في كلاس بي بيبقى كده وجنبيها حته فاتحه بعينيه من غير مايكروسكوب.
يعني النوع الثاني من انواع الرينال سيل كارسينوما بالصوره دي. النوع ده انا بحب اسميه تسميه علمي كولامنا سيل تايب. انا ليه بحب اسميه كولامنا؟ عارفين ممكن يبقى اول برزنتيشن ايه؟ حاجه ما تتخيلهاش. زي الصوره دي.
منبب الناس في اللب هايبوكوندريس. منبب الناس لحد ما التيومر يطلع من عندنا قبل الهبوط وما فيش اعراض. لان الريال سيركت سيستم هاكر ما فيش اعراض. اول برزنتيشن منبب الناس. دي حاجه مش كيرلي يقول على الله يرحمه. دي ماتوري مش كيرلي الله يرحمه. ساعات يحس بين اللاين الم في الجنب. الالم ده تخيلوا ان هو الم بسبب مين؟ ده بسبب لما يكبر قوي يحس بدراجنج سنسيشن تقل. طب ده مش ايرلي. وبعدين شخص ازاي؟ بيتشخص ايرلي بحاجه واحده بس. يعني لو كان طالع من الليفت كدني هيبدا يخش على الليفت رينال فين. والليفت ستيبيولار فين بيفتح في الليفت رينال. بس عند العيان يشتكي من شكوى غريبه. فاريتوسيل على الليفت سايد. مش فاهم يعني الفاريتوسيل على الليفت سايد شكوى غريبه؟ شكوى غريبه في السن الكبير. كانوا زمان في سنه 97 عملوا دراسه على نسبه الفاريتوسيل طلبت بكتيريستك وطلبت بيسانس لحقوق. طلع كام في الميه وطلبت بكتيريستك عندهم فاريتوسيل على الليفت سايد 95%. كان عندهم بريكوسين ده بيسخن المساء ايام الفوتيشن. نمرة اتنين انا كنت بطلع لك المنبه والناس وعيد ما بلفتها.
شبه المخ البريز
البريف سيرفيس بتاع السموس ولا حته طالعه حته لازمه اللي هي السالكايوس جايرايت في الكلام ده. التيومر ده هل بيطلع مولر؟ لا بيطلع سنتر ولا ايه؟ تحت الميكروسكوب ده سلايد مقرر عليه بلس ايه وبلس بي. النيفروبلاستوما الصوره دي النيفروبلاستوما تراي فيز. يعني تراي فيز ثلاث مكونات. اول مكون شايف الخلايا السرقه الصغيره اللي بالنص دي undifferentiated malignant بلس demand cells. كل ما تزيد كل ما البروجوزي بقى بعضها بيمشي ناحيه الميديا ديفرانشيشن فيعمل لي تيوبيلر اند جلوميرولويد ستراكشر. يحاول يقلد الجلوميرولويد تريوب الميديا. بعضها يمشي ناحيه الميزنكايمال ديفرانشيشن فيعمل لي مالجنان فايبرس تيشو وسموث ماسل وكارتج وبون. التيومر تراي فيزيك اند ديفرانشيتد مالجنان بلاستمال سيلز في بكتيريا ديفرانشيشن على شكل تيوبيلر لايك اند جلوميرولوس ستراكشر. والستروما از ان كايمال ديفرانشيشن مالجنان فايبرس تيشو سموث ماسل كارتج اند بون. مين الكومبوننت اللي كل ما يزيد البروجوز وحش؟ الار ديفرانشيت لايك. يعني السبريد بتاعه كل الكلام عامل بالظبط زي رينال سيل كارسينوم. ايه مشكله التيومر ده؟ الكلينيكيه. ان ال 6% بيبقى فايلنت. لان لو 6% بايلر فعيل لسه مولود حضرتك هتعالجه ازاي؟ هتشيل له بوست كدني حلو وبعديها يمشي حافي وبعدها تعمل له رينال ترانسبلانتيشن. ينفع تعمل له رينال ترانسبلانتيشن ليه؟ يعني الواد لسه مولود والرينال ترانسبلانتيشن كيلو قد كده تحطها له فين؟ مفهوم؟ البلايين دول ما بيتعالجوش الا في حته واحده في العالم مصر. معهد الكلى في المنصورة. لأن دول أول ناس في العالم حولوا الثيوري بتاع السيجمنتال رينال ترانسبلانتيشن لحقيقة. سمعت عن حاجة اسمها سيجمنتال رينال ترانسبلانتيشن؟ بدل ما يزرعوا كلى كاملة يزرعوا رينال فاسكولار سيجمنت. ودي كان فريق بحث سنة 91 نجح فيها بقياده الدكتور محمد غريب. وهو دي السبب شهرته. انا بعد كده خاف وبدا يعلق على السياسه. وساخط الاطباء لو انشغلوا بالسياسه. الطبيب ما خدوا السياسه عندهم. انا بكلمكم في اي موضوع في السياسه؟ خالص. يعني في مصيبه في هجمه رهيبه جدا على الاطباء يا دكاتره. انا امي اللي بقى
وبالتالي هتفيد بقى لو زاد الفوسفات الكالسيوم ينقل
المواد اللي ما خرجتش دي اسيدك، فالعيان يبقى عنده اسيدوزس في الدم عموما. ورغم ان عيانين الرينال فيلر بيبقى عندهم هايبوكالسيميا، لكن مستحيل يخشوا في ديتا. تعرفوا ليه؟ بيعوض صح بالنوز. اتفضل يا ابني. لان اللي بيحافظ على الاستابيليتي نيورو ماسكولار جنكشن الكالسيوم توزن ولا الايونايز، وهم عندهم اسيدوز، فكل الكالسيوم القليل اللي عندهم بيبقى ايونايز. بس هو بيوز اللي مين العيان اللي يبقى عنده سكر هايبوكالسيميا ومستحيل يخش الكيدن؟ عيان الرينال فيلير. نسبة الصوديوم والبوتاسيوم بتعلى يعني ما بينزلش، لكن اهم حاجه يبقى العيانين دول عندهم انيميا. عندهم ايه؟ ليه؟ بيتوم الجنس واحد اليوريا والكرياتينين وكل التوكسين دي بتدبرس بهم بعض. اثنين الالفا فيتو بروتين اللي بيطلع من الكلى ما بقاش يطلع، عشان كده علاج العيانين دول ايه؟ عشان تعالجهم من انيميا. يغسل عشان الناس اللي وسط برودكت وتديله اريثروبويتين من بعض. ده على مستوى الدم. على مستوى البول اللي بيجيبها كل سنه ام سي كيو، عيانين الاكيوت رينال فيل اشتكوا من اوليجيوريا او انيوريا. يعني ايه اوليجو؟ اقل من 500 في ال 24 ساعه. يعني ايه انيوريا؟ اقل من 100، مش حاجه اسمها مفيش اوليجو. امال عيانين الكرونيك رينال فيل اشتكوا من بوليوريا. بولي عيان الكرونيك يخرج على الاقل 4 لتر ميه، ده مش بول، بيبقى له فيكس سبيسيفيك جرافيتي 10 10، ده عباره عن ترانسودين بيرشح للفايبر ستيشن. مفهوم؟ ايه كمان؟ اقدر اقول اما نسبه اليوريا والكرياتينين والتوكس برودكت تزيد في الدم هتعمل ايه؟ هتبدا تريتيت كل السيروس ممبرين والميوكس ممبرين. السيروس ممبرين خدناها قبل كده، فالعيانين يجي لهم سيروفايبرس بيريكارديتس، سيروفايبرس بلوريزي بريتونيتس، وكل الميوكس ممبرين بالذات في الشيعة دي فيجي لهم بولوسايتس، فارنجيتس، لارنجيتس، اوسوفيجيتس، كاسترايتس، اي حاجة ايتس. لدرجة ان اليوريا والكرياتين دي بتطلع من نفسهم. ليه العيانين بتوع كرونيك رينال فيلير ما بيغسلوش؟ ريحة بقهم، ريحة اليوريا بيسموها فيدر امونياكا. فيدر امونياكا ريحه فوق على وزن خدنا بكده فيدر. فيدر هيباتيكس اللي هي بسبب ماده فاكرين عيانين الكبد؟ مين كابتن؟ مين كابتن؟ الله يرحمه يا ريحه فوق للتايم للكابتن ماشي. لكن اهم اورجن بيبقى افكتد الجلد. فعيانين الرينال فيلير جلدهم بيبقى مزرطش، في الوان كتير قوي. بصوا واحد بيبقى الجلد بيل دي بيل مش انيمي صح، بيبقى عليه لون اسفر يلوش عشان يولو كروم. تعرف يولو كروم؟ اليولو كروم ده ناتج اخراج الفيتامين اي دريفن، وده ما بيخرجش بس بقى من البول، طبعا ما بيخرجش هيبدا يصفر سنه. يلاقوا عليه ملح ابيض، حد شايف الملح ده؟ ده بيسموه يوريميك فراست. يعني ايه يوريميك فراست؟ اليوريا والكرياتينين واليوريك اسيد مش عارفين يخرجوا من الكلى. اللي انتوا ما تعرفوش ان السويت جلاند تقدر تخرج 1% من اليوريا والكرياتينين. طالما ان الكلى بايظه هتبدا السويت جلاند تطلعها. اللي بيحصل معاك يبقى ده رينال فيلير. معايا شخصيا الجو الحر اللي انتوا قاعدين فيه ده هو هتلاقوا القميص عليه حاجه بيضة. لا يقول لك اصل باكل ملح كتير، مش مرات كده. الابيض ده مش ملح، لا يوريا وكرياتين ويوريك اسيد. يعني السويت جلاند بتطلع بول. مفهوم؟ بس 1% ما ينفعش تغطي العمليه على مكان كده. ايه كمان؟ في اخر مرحله لما يزيد قوي نسبه اليوريا والكرياتين يعور الورم بلاد فيسل. العيال يجي لهم بتيكيان هامورج كده تعرف العيان خلاص لازم يغسل، لان لو زاد اكتر من كده بيأثر على سي ان اس، فالعيانين يخشوا في كوما، والكوما دي مش نايم، وجاي الادب وبيشتم، وبعد كده كونفرجن
بعد كده ازاي نمشي مع عيانين الكرونيك رينال فيلير؟ طبعا اكيد مالوش علاقه بيموت. الكرونيك رينال فيلير قدامه حلين، اشهر حل بنعمله هيمو دايس. تعرف الهيمو دايس؟ بناخد الدم الارتري ونضخه هو نفسه القلب بتاعه ونضخه في الجهاز ده ويطلع الويست برودكت الشركه ده والشركه ده فيه نيوترينتس فيرسل على الاقل العيان يقعد اربع ساعات في الجلسه ولو الكلى وقفت اتليست يغسل ثلاث مرات في الاسبوع يبقى 12 ساعه في الاسبوع دي حاجه وسخه جدا اما ربنا بيكرمهم يعملوا الصوره الثانيه دي رينال ترانسبلانتيشن يزرعوا كلى ويدينا بيهت عليها الكلى الرينال ترانسبلانتيشن يحطوها فين؟ في الرايت ايجاد بوست اشمعنى؟ الحته اللي جراحيا انفع احط فيها كده لكن مكان الكلى الاساسي ما اعرفش احط فيه. الاونلي اوبستكل للرينال ترانسبلانتيشن الجرافت ريجكشن. في حاجه اسمها رينال ترانسبلانتيشن ريجكشن. اكتب عليك نتيجه رسيب. شغل ده شغل ده لايف انا زي ما بيقولوا انا وصاحبي عندنا في المصور ما كملش عشان كده القسم كتب عليها سي ثانك يو.